مقابلة ذات نكهة خاصة، ولهذا لسنا ملزمين بالتحضير الخاص، ولكن تحضيراتنا جد عادية لكل مباراة، خاصة وأننا واقفين بالعمل على قدم وساق من أجل الوقوف على جاهزية كل العناصر. الخصوصي في هذه المباراة هو أننا ليس لدينا كل المعلومات اللازمة عن الفريق الخصم، ولكن نحن نحضر من كل الجوانب من أجل الظهور وإبراز عناصرنا وفريقنا.